أكل شوارع فلسطين. في فيديو اليوم بدي أجرب أكل الشارع الفلسطيني. خلينا نجرب الحمص والمتبل والفلافل. أكل شوارع فلسطين. أحلى تحية لمحمد، كل الاحترام على راس، إن شاء الله بدي الله اللي. فيديو اليوم رايحين نصور عن أكل شوارع فلسطين. أنا تحديدا في نابلس مجرب أكلها الخرافي. شوفي، خلينا نروح نفطر حمص متبل وفلافل من الشارع. يلا بدنا حمص، صحن حمص وصحن متبل وفلافل ولفت من هاي الشغلة. حطيت فيها زمان قاعد بدور على نستنى في الأكلات طبعا، بس يجي ورجيك مية طبعا. هاي جابهن الله لين نبلش. بسم الله. أنا الطعم صراحة بحط زيت حمص ويعني مع الحمص حمص حار بيطلع الطعم خرافي. جميعكم بنصحكم تاكلوا من المكان. طبعا اسم المحل مطعم فلسطيني، الأكل نوع ألف. أنا هاي طلعت من المحل. افطرنا، خلينا نروح نتحلى. يلا خلينا نجرب نتحلى. طبعا هذا مشهور في رمضان، هذا مشهور في رمضان اذا بديش الناس بتوكل. Thank you.
هاي لمحمد كل الاحترام على راس ان شاء الله بدل اللي يعني تعكله دراي من هاي العرباي قبل ما تروح على الباي محمد دراي. احنا اليوم اجعلنا الغالي ياكل كاس الطره من اخر الدنيا، يعني تحياتي واشوائي للغالي للمحترم محمد. طلع علي محمد، كل الاحترام لجميع متابعين محمد، يعني الكل ما يقصرش تمام، احنا حسب المعنويات القويه بنحب نقول للمتابعين ما تقصرون، يعني انه محمد بتعب حاله. أيوة. بتعب كل الاحترام على راس اخوي برايه على راسك يا صدر يا وردي على راسك يا حموده تعيش. فيديو اي متابعين مش شايفينه. الله على راسك انتم متابعينك يا عمري حبيبي. عن هاي الكاسة اللي ناكلها العم حب يتصور على اليوتيوب. طبعا خلص الفيديو هان، طبعا بجوز ما شريتش كثير شغلات اللي شفته، ومعظم الاشياء كانن اشياء بشبعن صراحه، شبعت الحمد لله. فاتمنى اذا الفيديو عجبكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان اليوتيوب يعرف انه عجب الناس، فاليوتيوب ينشر الفيديو. اتمنى انه عجبكم، اذا عجبكم بدكم جزء ثاني اكتبوا لي في التعليقات خلينا اصور لكم جزء ثاني.